زوجة تقطع رأس زوجها وتقطع أطرافه. طبيبة نفسية من مكسيكو متهمة بقطع رأس زوجها قبل أن تقطع باقي الجثة إرما وتوزع اللحم على أرجاء الولاية. ماريا إليخاندرا لفوينتي كاسو قامت بتخديب زوجها، ومن ثم استخدمت منشارا كهربائي لتقطيعه، ومن ثم وضعت الأجزاء في أكياس ووزعتها في أرجاء البلاد. وقد اكتشف أولادا يلعبون رأس الضحية في الكيس الأسود، الشيء الذي استدعى الشرطة لإجراء تحقيقاتهم. قامت الزوجة بإرسال رسائل لأسرة الضحية لإيهامهم أنه ما زال حيا. وقد اكتشف الطب الشرعي آثار دماء على أرض الحمام والسجاد. استخدمت كاسو قدراتها السيكولوجية لإيهام السلطات بأنها مريضة عقليا لتفادي المحكمة، ولكن الأطباء أكدوا أنها سليمة عقليا.